السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على السيلينج، وهنشوف إزاي نعمل سيلينج أو سقف معلق. تمام، أنا دلوقتي هدخل على أي لوحة من اللوح، مثلا لوحة السيلينج أهيت. طيب لو أنا ما عنديش لوحة سيلينج وعايز أعمل لوحة سيلينج، يبقى هاجي على فيو وأقول له بلان فيو وأقول له سيلينج بلين. هنا بيقول لي دي أنت ممكن تعمل اللوحة دي كلها. طيب أنا عندي كلها فاضية ليه؟ لأن هي اللوحة دي أصلا موجودة قبل كده. تمام، فهو لو انا عايز اعمل لوحه موجوده قبل كده، يعني ممكن اكون عايز مثلا اعمل لوحتين سيلينج، واحده مثلا للتكييف، واحده للكهرباء، واحده للمعماري، اشيل العلامه ديت واقدر اعمل اي لوحه انا عايزها. يعني مثلا خلينا نعمل فيرست فلور، الاقي ان ظهرت عندي هنا لوحه تانية اسمها فيرست فلور 1. تمام، ممكن اعمل هنا شغل معين وهنا شغل معين، ونبدا يبقى عندي لوحتين، مثلا لوحه فيها الكهرباء ولوحه فيها التكييف، وعن طريق في في احدد ده هيظهر فين وده هيظهر فين. طيب انا دلوقتي اجي على الاركتكشر واقول له انا عايز سيلينج. تمام، وابدا احط سيلينج. تمام، عندي ده نوع من السيلينج مش هيظهر فيه الهاتش بتاعي. تمام، يعني هحطه مش هيظهر معايا ان فيه هنا سيلينج، بس هو موجود. طيب لو انا عايز اشوفه 600 في 600 ده هيدي لي سيلينج بالشكل دوت. تمام، والسيلينج ده اقدر اتحكم فيه، يعني ممكن اقول له اعمل لي الاين مثلا من هنا لهنا. تمام، ومن هنا لهنا. تمام، طب ارتفاعه وانا بحط السيلينج بيقول لي الارتفاع بتاعه هو 2.6. تمام، طيب ممكن اقول له سكتش سيلينج لو انا عندي الاوضه مش مقفوله بالحواض من كل ناحيه، يبقى اقول له سكتش سيلينج وابدا احدد السيلينج بتاعي. يعني مثلا ممكن يكون الحته دي بس هي اللي سيلينج، اقول له ده السيلينج بتاعي من هنا لهنا. تمام، اه، واقول له اوكي خلاص ده كده اتعمل سيلينج. وممكن ابدا اتحكم فيه عن طريق الاسهم بتاعه الكيبورد، او ان انا اعمل الاين ابدا اتحكم فيه. طيب انا دلوقتي لو انا عايز انزل كشاف كهرباء، نخلي بالنا ان كشاف الكهرباء لو نزلته في الفلور هينزل غلط، يا اما ينزل على السقف، لما ينزل على الارضيه لما يكون هوستيت. تمام، فانا هقول له لايت فيكتشر. تمام، واجي احط هنا ابص على حاجه، الكشاف ده اصلا مش من النوع اللي هو اللي بيتحط على السيلينج، ده رايك كشاف يكون بيتحط على السيلينج هوستد زي دوت؟ لا، ده برضه كلهم ما بيتحطوش على السيلينج، مفيش ولا واحد فيهم هوستد. ده ديسك، ده ابرايت. تمام، اول ما اختار حاجه هوستد هيبدا يظهر عندي هنا اللايتنج الهوست، ان انا عايز احطه على افقي ولا راسي زي ما نشوف دلوقتي. اقول له انا عايز احمل حاجه تكون هوستد فاميلي. فاميلي لايتنج، لايتنج ديفايس، ماشي. دي مثلا هيت ده دي ديفايس، لا انا عايز لايتنج فيكتشر. تمام، ممكن نختار اي واحده من دول، اقول له مثلا خلينا نختار ديت. الرساله دي معناها ان هو كان مستهدف اصدار قديم ومتحدث، ادي دي بقى بتظهر بيقول لي انت عايزها فيرتيكال ولا بليس اون فيس ولا ورك بلان. اقول له مثلا بليس اون فيس، بدا يظهر معايا ان انا احط مثلا هنا. تمام، طيب انا حطيت الكشاف اهوت. تمام، تعالى ناخد سيكشن ونشوفه محطوط فين. لو انا حطيته في الفلور بلان هتلاقيه اتحط عكسي او اتحط على الارضيه، ادهو كشاف اهوت محطوط مظبوط، يعني هنا مكان الاناره مظبوط. طيب خلينا نجرب ان احنا نحطه في الفلور بلان. اقول له عايز هنا احط لايتنج فيكتشر بيسون فيس، وحطيته اهوت. تمام، وابدا اشوفه الكشاف ده نزل فين، الاقي الكشاف اتحط في الارضيه اللي تحت وهيدي اضاءه لفوق. تمام، فهنخلي بالنا لو انت بتحط اي حاجه على السيلينج لازم تكون في لوحه السيلينج، سواء انت بتحط مثلا فاير فايتنج بندت، او بتحط لايتنج، او بتحط اير تيرمينال بتاع التكييف، اي حاجه تحطها على السيلينج يبقى لازم تكون على لوحه السيلينج عشان تنزل معايا مظبوطه وتشتغل معايا زي الفل ان شاء الله. تمام، وممكن دلوقتي نقول برضه حاجه كمان،
في الارض في السيلينج، بيقول انت عايز تحط سيلينج فين، لان مش هينفع تحط سيلينج في قلب سيكشن. اقول له انا عايز في الفيرست فلور سيلينج بلان اهوت، ده عندي هنا ممكن اقول له خلوا لي 600 في 1200، ده عبارة عن ماتيريال. يعني لو جيت هنا وقلت له اديت، بلاقي ان انا عندي هنا ماتيريال ممكن ادخل جواها واغير الماتيريال دي لاي حاجة تانية، او ان انا اعمل منها دوبليكيت. يعني لو انا عايز مثلا 300 في 300 هبدأ اغير من هنا، وبعد كده اظبط الباترن بتاعها الليزر معاه مظبوط. فدي عبارة عن ماتيريال زي 600 في 600 برضو ماتيريال، ومظبط ان هو يظهر معايا الخانات بتاعته من نفس 600 في 600.